سعر اللحمة، الحكومة بتجهز لإيه علشان الأسعار تنزل في العيد؟ كلنا متابعين مسألة ارتفاع كيلو اللحمة في مصر، واللي بيتراوح أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بالأسواق بين 300 ل 400 جنيه على حسب القطعيات. في نفس الوقت وزارة التموين المصرية بتوفر لحوم سودانية طازجة في منافذها الاستهلاكية بأسعار تتراوح ما بين 200 ل 225 جنيه، والسبب في ارتفاع الأسعار دي هو مبالغة المستوردين في الحصول على هامش الربح الخاص بيهم. وفقا لتصريح رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة هيثم عبد الباسط، والحكومة في الوقت الحالي ماشية في أكتر من اتجاه علشان تعالج الأزمة دي، واللي بيجي على رأسها إن المسؤولين بيتواصلوا مع المستوردين علشان يلاقوا حل يقضي إلى تخفيض الأسعار، خاصة وإن كتير من اللي استوردوا العجول من الخارج جابوها بأسعار أقل من الأسعار الحالية للدولار قبل رمضان، وبياخدوا هامش ربح عالي جدا. الأمر الثاني هو إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين بتعمل على توفير مصادر أخرى للاستيراد، وده علشان تنوع مصادر الماشية بالسوق بالقرب من عيد الأضحى. وفعلا من أسبوعين أعلن وزير التموين الاتفاق على توفير لحوم حية من جيبوتي على أن يتم فتح الاعتماد بمبلغ حوالي 10 مليون دولار استعدادا لعيد الأضحى المبارك. كمان وزارة الزراعة استوردت 170 ألف رأس ماشية جديدة، وده طبعا بخلاف دفعات سابقة تم استيرادها بالفعل بواقع 180 ألف رأس ماشية علشان تلبي احتياجات المواطنين من أجل ضبط الأسواق. في حالة استيراد دفعات إضافية هيكون السوق فيه رؤوس ماشية أكبر، وبإذن الله سعر اللحوم هينزل.